نفرتيتي امتى الجوكر؟ جغرافيا. تمام، دوس على البازر. جغرافيا، والسؤال هو: يقع جبل ريتشارد مولارد على الحدود بين ساحل العاج ودولة أفريقية أخرى، فما هي؟ أو جبل نيمبا ارتفاعه 1750 متر، أعلى نقطة في الدولة دي، اتسمى على اسم عالم جغرافيا فرنسي مات في حادثة على الجبل سنة 1951. خالد العوضي، إجابتك؟ ساحل العاج والسنغال. السنغال، إجابة خاطئة. يا ترى في إجابة؟ محمد عبد الحفيظ، إجابتك؟ بوركينا فاسو. إجابة مين؟ إجابة محمد مرسي. إجابة مرسي. ما حصلش. طب لو صح؟ ما حصلش برضو. برضو؟ إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10: توجو، غينيا، غانا، لايبيريا. جبل نيمبا فين؟ خدت الريسك في 20 نقطة أو ناقص 10. إجابتك؟ لايبيريا. لايبيريا للأسف الشديد إجابة خاطئة. ماتش زي ده يا رشا ما ناخدش فيه الريسك، لا، خاصة إنه ناقص 10. غينيا مش لايبيريا، ناقص 10 نفرتيتي.